بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذا يقول سأتزوج شيخنا إن شاء الله سأتزوج بعامية فما نصيحتك بارك الله فيك إذا كانت صاحبة الدين فلا يضرها عامية أو لم تكن عامية اغفر بذات الدين تربت يداك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم